أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي برا وبحرا وجوا على مناطق متفرقة من قطاع غزة لليوم 84 على التوالي. وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية استهدفت عددا من منازل المواطنين وسط وجنوب قطاع غزة. في الوقت ذاته ارتفع عدد الشهداء في منطقة البخاري شرق خان يونس التي تعرضت لقصف طائرات الاحتلال إلى 11 شهيدا وعشرات الإصابات. اسحب هذه